والله ما منعك الله إلا أنه يريد بك خيرا، يريد بك الخير كله، يريد أن يعطيك، ما منعك إلا ليعطيك ويرقيك. والله سبحان الله، من الذي ألهمنا الاستغفار حتى لزمنا الاستغفار فعرفنا الله جل في علا من خلال الاستغفار؟ من الذي ألهمني أن أقرأ سورة البقرة حتى عرفت الله وعرفت كيف أتعامل؟ كل عطاء من الله. لا يدخل الجنة أحدكم إلا حتى يتغمده الله برحمة منه. ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا. هكذا الله يسوق لنا الخير، بمنعك بوقفك، دم بتوقف فبهزك هز التفكر، لأنه لئن أبقاك مشغول في هذه الدنيا وأنت تركض هنا وهناك لن تهتدي سبيل، فقطع كل شيء عنك. إذا أراد الله بك خير جردك من كل شيء، لا في شغل ولا في أصحاب ولا في حبايب ولا في مال ولا في، بالعكس أنت مديون وأنت تعبان وأنت كل الأبواب مغلقة. أغلقت الأبواب، من الذي أغلقها؟ المولى عز وجل. في هنا أسئلة، لو أننا نعرف ما هي عظمة الاستغفار وسورة البقرة، فقط يعني نصيحة لوجه الله، اقرأ سورة البقرة كل يوم واستغفر كل يوم وأكثر من هذا وأكثر من ذاك وستكون بألف خير. أنا لم أقل لك لا تقرأ القرآن، أنا لم أقل لك أن لا تنوع، لكن عندنا هنا في هذه القناة نعيش آية لنعرف الله فيها. عندما تعرف الله اذهب واعمل ما تشاء، مفهوم، لكن لازم يكون بينك وبين الله سر. والذين جاهدوا فينا، مش أنا لدهديك، الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لازم تعرف كيف تتعامل مع الله، ما بينفع هذه العشوائيات، يوم انت صايم 52 خميس، يوم انت عمال تقرأ سورة البقرة بقيام ليل، يوم انت عمال تستغفر، يوم انت عمال تصلي على رسول الله، يوم انت بالغيبة والنميمة، يوم بدك تشتري سيارة بقرض ربوي، يوم انت بدك تنتقم من جارك، يوم انت بدك تنتقم من امك وابوك، يوم انت قاطع لرحمك، يوم كل يوم انت في شأن مش عارف تهتدي سبيل. عشان هيك الله قال لك وقف، منعك وقف، خلص. والناس تقيمك، انت ممنوع، لربما يمكن تكون انت من امهر الصنايعية ولكن الله منعك، فبيبدأوا ينعتوك بالفاشل. نعم، يبدأوا ينعتوك بالفاشل، هذا فاشل، هذا لا يعمل، هذا كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا كلياته من باب العقاب الرباني والمنع الرباني، ليؤدبك الله ولتعرف إن الله سبحان الله يعني أطبق عليك كل شيء. خلص، ما بطل في حتى صاحب تجلس معه، لأنه هذا الصاحب صار يعني يطعن فيك ويقول لك إنك فاشل، ولربما كل الذين حولك أنت مديون لهم بالفلوس وهكذا. لماذا؟ إنه هذا شغل رباني، الله أراده عشان أنت توقف. خلص، العجلة تبعتك هذه عجلة التي تركض شمال ويمين ويسر، ما تخلي الطريق، وقف وقف. لازم تعرف من هو الرزاق، لازم تعرف من هو الله جل في علاه، لازم ترجو لله وقاره، لازم إذا سألت فلا تسأل إلا الله، وإذا استعذت فلا تستعد إلا بالله. في هنا أسئلة بدي أجيب عليها عشان هيك، ها، ومن أين أنا أجيب؟ مما فتح الله علي بفضل ما وجدت من الاستغفار، وما فتح الله علي بسورة البقرة. كيف تغيرت؟ كيف قلبت حياتي؟ نعم، هذا الذي أنا أبينه. أنا مش لا أقرأ في كتب، أنا عشت هذا الكلام الذي تقوله كله. كل سبحان الله، وكأني مررت على شريط الحياة. أنا متأكد أني أنا أكبر من كثير منكم سنا، كثير منكم، يعني يمكن لربما 90% من المتابعين عندي أنا أكبر منهم سنا، فلا بد اللي مررت على شريط حياة طويل، والحمد لله رب العالمين، تقلبت في حياتي من بين تعليم، من بين شغل، من بين تجارة، من بين كابن، كأب، كأخ، كزوج، ككل هذه الأمور. نعم، مسحور، معيون، عندي تجارة، يعني عندي
عندي شطارة، مش جاهل، لكن الله سبحان الله يريد أن يبين شيء، يريد أن يبين شيء ليتعلم الآخرون فيه. في عدة أسئلة هون بدي أجيب عليها مما فتح الله علي. بدنا نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأحبتي في الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذا جاء الله بك إلى الاستغفار أو إلى العبادة أو إلى الطاعة، أو إذا كان سبب المنع أنك تتوب إلى الله، فاعلم أن الله أراد بك خير. أنت تعبان، مديون، مكروب، عايف حالك، بتقول لو أن انشقت الأرض وبلعتني لارتحت. أنا أعرف هذا، أنا عشت هذا. لكن الله يريد بك خير، والله أرحم بك من نفسك أو من أمك فيك. كيف والدنيا قد أطبقت عليك؟ أنت اصبر قليلا، اصبر قليلا، وسترى كيف أن رحمة الله يعني وسعت كل شيء، وستسعك إن شاء الله، وسيتغمدك الله برحمه. وأنت كنت تظن، يا جماعة اصبروا علي شوي هيك بدردشي، والله لو أن الله بسط الله لي الرزق وأنا في الولايات المتحدة، يعني طلعت في الـ 85 ورجعت في الـ 91، 1985 لل 91 تقريبا 5 سنوات ونصف بقيت في الولايات المتحدة. تعلمت، لم أكمل، تعلمت 2.5 سنين في الجامعة في واشنطن ذا ديستريكت أوف كولومبيا، تعلمت كيمياء ورياضيات، لكن كان علي إني أشتغل يعني بالمعنى. والمعلم كان عندنا يعني هون في الداخل كان يعني أجره زهيد، يعني لا يساوي شيء بالنسبة لما يأخذ العامل في الولايات المتحدة. فقسنا الأمور هيك مادية، والمهم شاء قدر الله أني أنا أصل إلى هذه المرحلة. نعم، ولو أن الله بسط لي الرزق في تلك البلاد لربما تغربت وتزوجت من هناك وبقيت هناك، وأولادي كل واحد اسمه الله أعلم شو اسمه. نعم، لكن الله سكر وأطبق 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 حتى رجعت إلى بلادي. نعم، فالحمد لله رب العالمين. في 91 بعد حرب الخليج أنا رجعت، يعني تقريبا حرب الخليج الأولى، فعودت. والمهم أطبقت الأمور وعدنا الحمد لله رب العالمين، وبدأنا مرحلة جديدة. وكلياتها إذا بدك تسميها فشل فهي فشل بفشل. ليش؟ لأني أنا كنت متفلت، فالله كان يعاقبني وأنا لا أدري. فأبدل تجارة من تجارة لتجارة وأنا متفلت. نعم، أنا ما كنت أصلي عندما رجعت من الولايات المتحدة، يعني هذا في 91 ما كنت أصلي تقريبا، يعني أنا 30 سنة أصلي الحمد لله رب العالمين تقريبا. نعم 30 سنة والحمد لله رب العالمين. فتبنا إلى الله، وكانت هناك أسباب لكل هذا التوبة، أنه هذه الديون وهذه التراكمات وهذه المنع الذي منع الله كانت سبب أني أتوب إلى الله. نعم، هي كانت السبب. لو أن الله بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وإن بغينا على أنفسنا وتقبضنا الله على جهنم كرفتي، على جهنم خلصت، خلص موضوعك. إحنا بالدنيا نلبث 60 70 80 90 100 عام مثلا، لكن والعياذ بالله جهنم هي تريليونات السنين، ما في لا لا لا, لا يقضى عليهم فيموتوا، فيش موت. فلازم تعرف إذا أطبق الله عليك كل شيء وسكر عليك كل شيء وفتح عليك باب الدين، باب القرب، فاعلم أنه يريد بك خيرا. فقل الحمد لله مع كل هذه الصعوبة، مع كل هذه المأساة، مع كل هذا الوجع، مع كل هذا التسليط الشياطين والجيران والأقارب والأحباب والديون والأمراض والأسقام وعدم النوم، صدقني إن من خلفه هذا الشيء شيء عظيم. نعم، كلامك عارف انك انت متعدي، يا اخي من شان الله كيف انا بدي اخلص من هذا الدين، كيف بدي اخلص من هذا المرض، كيف انا زوجي مثلا لا يطلقني، كيف انا كل هذه الامور التي تقلقك. امرك عند الله كتبه الله لك قبل ان تخلق، فلما الجزع؟ لما الجزع؟ قلنا هذا الكلام سابقا. استسلم. اذا انت عمال تستغفر وانت تبت الى الله وانت اقبلت على الله وبدأت تطبق ما نقول استسلم، شو يعني استسلم؟ تقدر تغلب الله؟
إذا الله كتب لك الطلاق هل تقدري تستطيع أنت؟ لربما زوجك لا يستهلك، لربما أنت إذا لا أدري، أنا ما بدي أتوسع أكثر من إيش، هل تستطيع أن تأتي بمال؟ لو كنت تستطيع أن تأتي بالمال لا أتيت به. فاستسلم خلص يا رب، هيك أنت راضي أنا رضيت، أنا الدعوة بدك خلص بدون مقابل، أنا الدبقة أعبد فيك يا الله حتى ألقك. تعرف تعبد الله هكذا؟ طبعا أنا في عندي كثير أسئلة هنا دونتها من التليجرام بالأخص، وفي هناك إخوي أو أخوات في التليجرام بتكلموا بالدارجة المغربية، فبرجاء عشان يفهم الجميع بلاش هذه الدارجة، لا أي ولا أي دارجة، لا مغربية ولا جزائرية ولا فلسطينية ولا أي شيء، تكلم بالفصحى عشان نفهم عليك وتفهم علينا قدر المستطاع برجاء، يعني برجاء، لأنه يعني بقرأ أنا أقرأ لا أفهم شو بكتب وبطل أفهم وكأني صيني، ما علينا. هذا مهم جدا جدا انه بالاخوة الذين على التليجرام، ثم الاخوة الذين على الماسنجر. الماسنجر يا جماعة بضيع معي الماسنجر، يعني تليجرام لما انت بتبعث رسالة انا بشوف العلامة عندي، بشوف علامة التليجرام وانا حر وانت اجيب وحتى اسجل، وفيه اريحية تليجرام، فكل من عنده تطبيق تليجرام فليأخذ الرابط دائما أول تعليق في اليوتيوب، أول تعليق في اليوتيوب دائما موجود رابط التليجرام والفيسبوك والمسنجر، يعني موجود في التعليق أول تعليق في كل حلقة، فأدخل واشترك في التليجرام وثم أرسل لي رسالة أنا أدخل عندك على الخاص، ولو تأخرت فما بتضيع الرسالة، ما بتضيعش الرسالة. المسنجر صعب شوي، صعب لانه لما انا بجاوبك بتضيع اسمك، خلص جاوبتك بدي ارجع لك بلقيكاش، بتصير وكانه الاسماء تتغير. لكن التليجرام عندما اجيبك فانا اجيتك كل الوقت، انا اراك، انا ارى رسالتك، يعني في علامه عليها وانا ارى اني وانت بغتنم الفرصه ساجيبك، مفهوم؟ فالا بيقدر يستطيع ان يدخل الى جروب التليجرام اهلا وسهلا ويضع سؤاله بدل ما يضعه بالفيسبوك، وإذا صعب فليكتب بالتعليق، هيك يبين بتعليقه على الفيسبوك إني أنا لا يوجد عندي تليجرام أو صعب، والذي عنده باقة قصيرة صغيرة، إحنا قلنا هذا بدنا ندردش فيه ونجيب عشان تعرف عظمة الاستغفار، عظمة سورة البقرة، بلغوا عني ولو آية، هي تعرف الله، مش فقط تعرف الله، تعرف مراد الله، تعرف لماذا الله منعك ولماذا الله أعطاك، خلص الفيلم، خلص الفيلم، نقطة سطر جديد. أنت عندما تعرف الله خلص وصلت بإذن الله تعالى. يعني واحد بيسأل أنت واصل بإذن الله؟ نعم واصل بإذن الله تعالى، نعم واصل بإذن الله تعالى. لكانت إحنا نعبد الله صنم، يعني هو العياذ بالله. وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دان، ربنا بيقول أجيب دعوة الداعي إذا دان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحن نعبد الله، نصلي الحمد لله رب العالمين، يعني قدر المستطاع نستغفر، نذكر الله، ذاكرين لله، نعم أدبنا الله، فهمنا الدرس، فتح الله علينا، الحمد لله رب العالمين. يا جماعة يوما ما، يوما ما، معروف إنك عندما تغتسل إنك بتقول الدعاء بعد الغسل، بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الله سبحان الله غاب. مرات كنت قبل ماضي كنت أخاف منه، مش أخاف منه يعني أشعر وكأن الله سيؤدبني بسببه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلني أذكرك كثيرا وأصبحك بكرة وأصيلة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الدعاء كنت يعني في يوم ما كنت يعني وكأن الله يعني يسلط علي شيء فيه، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المطهرين. عشان تعرف عندما تقترب إلى الله وبتكون أنت قريب فأنت مراقب، كما قلت لكم أنا لا أستطيع أن أغمض عيني بدون الزيت المرقي والنفط بين اليدين، خلاص بصير عقلي شغال. لا تنسي أن إلى قرين يغتنم أي فرصة أنت غافل،
لك قرين، قرين لا يؤثر فيه القرآن، لكن عندما تكون ذاكر كثيرا يخلص، ما فيش عنده مجال يتكلم، كالذي يعني الذاكر لله كثيرا كالذي يتكلم كثير، ما بترك مجال لغيره يتكلم هكذا. نعم، فلا يترك مجال للشيطان يوسوس له. طال الكلام 15 دقيقة، لكن الحمد لله رب العالمين، عشان تعرف انك عندما تقبل على الله لولا رحمة الله ما جاء بك الى هذا الاستغفار، فعرف انك على الف خير حتى مع كل هذه الصعوبة. طيب تقول يعني كان في طلاق بسبب سحر تفريق، ثم نعم اتطلقت، لربما نعم هي اتطلقت وانتقلت هي الى بيتها، الى بيت اهلها في بلد وزوجها في بلد، أو لربما طلقة أولى أو طلق كامل، لكنه السحر لازال، قالت رقت نفسها ورقوها، ولكن قالوا هاي التبعة لازالت مستمرة. يعني السحر التفريق حصل، فخلص يعني أبطلوا السحر، إنه بطل فيه المهم، خلص طلق، يعني المهم أنجزت. فهذه المرأة انتقلت إلى دار أهلها، بلد أهلها، وزوجها في بلد أهله، يعني كل واحد من بلد. كيف بدنا نبطل هذا السحر؟ يا جماعة صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلوات ربي عليك يا رسول الله. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، والله إن في هذه الآية تحيي أمة، عندما تلزم الاستغفار، والإخوة الذين يسألون أخذ سورة البقرة، أخذ الاستغفار، أخذ الحوقلة، أخذ أخذ أخذ. يا أخي عنا هنا كمان مرة، أنا أعيش آية الاستغفار، مش معناه أنا بطلت أصلي، مش معناه أنا ما فيش عندي، لكن لأورادي الباقية ستنزل تدريج. يعني أول إشي عندي الاستغفار، معناه أنا بدي أتم 30,000 استغفار إذا أمكن، بدي أجهد نفسي كل يوم 20,000، فليكن 20,000، لكن مش 20,000 مش للذي يستطيع أن يصل للثلاثين، 20,000 مش للذي يستطيع أن يصل للـ40,000، خلينا نقول ننعيش الاجتهاد الذين جاهدوا فينا. فأنت مكثر بالليل والنار، يعني تعبت وأنت تستغفر، طب ليش بتتعجل تأخذ سورة البقرة مع أنك أنت مأمور أنك تقرأ في القرآن ولو صفحة ولو آية ولو أي شيء، مأمور يوميا، وتصلي على رسول الله 10-20-30، لكن أنت بتعيش الاستغفار. إسا بعد ما تتم الاستغفار، ما قلنا أن قدسنا الورد 30,000 بصيغة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، إحنا قلنا هذا الورد المبارك فيه إكثار وأتبع السيئة حسنة تمحوها، فأنت هنا مكثر. ما علينا، هذا انتهينا منه. في هنا تقريبا 400 فيديو تكلمت فيها عن الاستغفار، والله فتح علينا والحمد لله رب العالمين، والناس يعني آلاف آلاف عشرات الآلاف من الناس وجدوا ما تكلمنا عنه هذا الأمر، والحمد لله رب العالمين، بل مئات الآلاف الحمد لله رب العالمين وجدوا، والفضل لله تغير حالهم. وغابت الفكرة، إن شاء الله بترجع. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إحنا كنا نتكلم عن طلقت بسبب السحر التفريق، وانتقلت كل واحد منه إلى بيته، إلى بيت أهله، كيف ممكن إنه يعني يبطل هذا السحر، إلى خلص ينتهي أمر السحر. لازم تعرف إنه الذي سلط عليك الأسحار هو الله، الذي أذينا بالأسحار هو الله، الذي أذينا بالدين هو الله، الذي أذن بمرضك هو الله، الذي أذن بمرض ابنك هو الله، الذي أذن بالطلاق هو الله، الذي أذن بكل شيء على هذه البسيطة هو الله جل في علاه، والسبب هو لحكمة يريد أن يبينها لك. لربما إنك أنت تظن إنك خير الناس فيريد أن يؤدبك، لربما أنت إنسان مرابي فيريد أن يؤدبك، لربما أنت إنسان متسلط فيريد أن يؤدبك، لربما إنك أنت لا تعرف الله فيريد أن يعرفك فيه جل في علاه، لربما إنك تنسب فضل الله عليك لغير الله فيريد أن يؤدبك الله، فلربما أنت لا تؤمن بالغيبيات، لربما كنت تمر مر الكرام على كلمة شيطان، تمر فيش ناس بتمر مر الكرام، اسكت يا شو شيطان يا شيطان، كل شيء شيطان هيك نعم، مش في ناس بتقول لك لحديث بصلوا بصوموا بذكر الله انت كل شيء بدك تقول لي شيطان، خلاص يعني شيطان، وكانها كلمة تخوف فيها. زمان كانوا يخوفوا الأولاد الصغار، عنا اسمها غول، غولية، شيطان كلمة،
هل هو حقيقة شيطان يتجسد لحم ودم؟ مش مآمن. فيريد الله أن يبين لك أن الشيطان وسحره موجود وقائم، والسحرة موجودين وقائمين، وهو لحم ودم وفيه حركات وفيه روح وفيه تصرفات ستشعر فيها حقيقة ويقينا، وستراه وترى أفعاله في منام، مش فقط في المنام، في ناس ترى أمور حولها. فالله الله يريد أن يبين لك من الغيب. في منهم الله لا يؤمن بالغيب فيريهم رؤيا يراه رؤيا حق فتتحقق أمامه. ثم يوم بعض يوم، يعني أنا بعرف أقسم بذات الله والله الذي لا إله إلا هو، في لي صديق هنا إن من البلد، عندما ذهبنا للحج بال 2007 بقول أنا لما كنت أصلي، وأكبر مني يعني، بقول أنا ما كنت أصلي، جاءني بالمنام يعني صوت يقول لي محمود أنت مليح قم فصلي. قال ثم عاد كمان يوم ما قمتش أصلي، كمان مرة محمود أنت مليح قم صلي. هو إنسان بالفعل مليح يعني طيب الأخلاق، بالفعل طيب الأخلاق يعني إنسان محترم يعني يقطر أخلاقا، إنسان طيب والله وأديب ومحترم يعني. المهم تعرفت عليه في الحج في 2007، المهم من عندنا من البلد. المهم جاءه كمان مرة محمود مليح أنت مليح يعني أنت طيب يا محمود قوم صلي، يعني قوم وصلي أنت لا تصلي فقوم وصلي. قال فقمت وصليت وسبحان الله ها أنا حجيت. رؤيا الدكتور مصطفى محمود رحمه الله برؤيا آمن، كان معادل للإسلام وفكر الإسلام والرؤى وكل، كان بالنسبة له كل شيء خزعبلات، وما أرس أن يأتي برؤيا عمر فلم يأتي. المهم ما علينا، فالله يمنعك ليبين لك أنه جل في علا موجود. ففي الناس، في ناس لا تؤمن بالغيب فيريها الغيب من خلال الشياطين من خلال الرؤى. في ناس يعني الغيب أنه يعني هذه الأمور القادمة أو الشياطين أو الملائكة أو كل هذا، يعني في قلبه شك، لازال في قلبه شك، فاهم يعني، ويقول نعم 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 في ملائك في شياطين ولكنه لا يقرها. يعني عشان هيك لما أنت بتعيش حقيقة أنه في شيطان وأنت جربت هذا الأمر وانصحرت وعاقبت كثير، وعندما يقول لك إن الشيطان يراك هو وقرينه من حيث هو وقرينه من حيث لا ترونهم، فعليك أن تسمي عندما تخلع ملابسك وعندما تدخل إلى الخلاء تسمي، وعند كل هذا تسمي، وعند الجماع تسمي، وعند الأكل تسمي، وكل هذا فأنت ستكون بحق عمال تسمي لأنك شعرت. فالذي شعر في الشيطان سيؤمن في الملاك، والذي شعر في الملاك آمن في الملاك سيؤمن في كل ما قال الله جل في علاه. فسيريك الله من هذه الأمور عشان يستقر إيمانك، مش كل عاصفة تعصف فيك فأنت تبيع الدين. نعم نعم. فهذه الأمور التي يعاقبنا الله عليها من أسحار، وسلط الله علينا الأسحار، و طيب هاي الأسحار التي يسلطها الله علينا، نعم الناس بتعمل أسحار وبتعمل الأسحار وسحروني وصابوني بالعين، كل هذا حق صحيح كله صح، ولكن المولى عز وجل قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكذلك قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وأعطانا التحصينات، أعطاك سلاح ربنا اسمه تحصينات، أذكار الصباح والمساء عشان تكون أنت على عبادي، أنت لا تعرف قدر هذه التحصينات فعليك أن تتحصن. هذا السحر الذي في الولايات المتحدة لو ربما سيبطله الله، إن أنت تبت وعرفت قدر الله وانتهيت عن الغيبة والنميمة والسب والشتم وأن تقول الساحر سحرني، توب إلى الله، توب إلى الله، تعامل مع الله، تعاملش مع الساحر، تعملش مع جارتي سحرتني، إن شاء الله تكون أكبر ساحر على قبالك وأنت تتعامل مع الله، والله لن يضرك سحرهم لو صنعوا لك الأسحار. مش المولى عز وجل قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا يمكن أن يستطيع أن يقترب لك، حتى إن سورة البقرة قد تحجبهم عن الرؤى أن يروك لا يدروا أين أنت. نعم ستجعل غشاوة على أبصار الشياطين هذه سورة البقرة،
فعليك أن تعرف أن الله المعاملة مع الله يا جماعة، المعاملة كل إشي مشكلتك مع الله. صاحبي وأمي وأبوي متسلطين علي، وزوجي وظلم وظلمات، صحيح المعاملة مع الله. نظف حالك، انظر إلى نفسك، صلاتك في وقتها، لسانك مضبوط، جوارحك مضبوطة، ذنيك مش عمال تتنصت وتتجسس فيهن، عينيك مش عمال تلصلص شمال ويمين، انت إنسان مش بديء اللسان، انت منضبط، انت إنسان بتحب الخير، انت بدأت تقرأ القرآن وتشغل نفسك في ذكر الله. فإن بدأت في هذه الطريقة انت وصلت، وإن كانك بعدك بتلعب فسيبقى كل شيء عليك، وتظلك تفكر انه فلان سحرني وفلان اكل لي رزقي والارزاق معطلة وانا ما زبط معي، كل الناس سحرتني وكل هذا كلام. نعم انا اقر انه السحر موجود والعين موجودة والحسد موجود والامراض موجودة والاسقام موجودة وكل الاوبئة هذه موجودة وكلها تسلطها الله علينا. في الماضي، بالماضي بقول لك على زمن الحزب الشيوعي، ستالين كان يؤمر الجيش بأخذ المتخلفين إلى سيبيريا إلى المنطقة الباردة ثم يعريهم عشان يشتغلوا. فاللي كان يبرد يعني كان يتوقف عن العمل كان يتجمد، فعليه أن يعمل حتى يتجمد، وهو يعمل يتجمد. فكان يظن أن ستالين لا يدرى وهو الذي كان يبعثهم. عشان هيك ولله المثل على الله الذي يسلط هذه الأمور عليك، فلا تبحث عن غير الله، معيش مصاري، الله سلط عليك عدم المصاري. أنا مريض وعايف حالي وما خلي الطبيب، الله سلط عليك المرض. الأسحار ما خلليش سحر إلا ما عمل لي، الله سلط عليه. أنت مظلوم، الله سلط الظالم عليك. ليه؟ والله بيحبنا، ما لولا أنه لا يحبك والله ما سلط عليك شيء، كان تركك ثم جئت يوم ما يتوفاك تجد إنك لا تملك ولا شيء من رصيد الحسنات ولا شيء، أفنيت حسناتك في الدنيا ونسبت فضل الله عليك لنفسك ولغير الله وأشركت بالله وأكلت الربا والحرام والزنا والغناء والطرب، ما خليت شيء في هذه الدنيا، فسيهلك الله. لكن من رحمة الله أن كل يوم ونعذبهم العذاب الأدنى دون الأكبر لعلهم يرجعون. كل إشي بذائقك والله صلطوا، لأنك أنت بعيد وبعدك بتظن سوء في الله ولا ترجو لله وقاره. يعني شو أرجو لله وقاره؟ يا أخي خاف من الله، يا أخي ارتعب من الله، لا ترتعب من الشيطان، يا أخي ارتعب من الحرام، ارتعب من الله سيسلط عليك الدنيا من النظرات ومن من الزنا والغناء والطرب والتبرج والكيف هذا الذي لا مش عامل حساب لحد أنت فيه. لازم ترتعب من الله. شو صاحبك يعني؟ لازم نخاف، لازم يكون قلبك. والذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لازم قلبك يرجف عندما تسمع كلمة الله، تخاف يعني تخاف عظمة الله. كانوا الصحابي يعني في منهم لهم خطوط، في من لا أدري يعني عندما نزلت آية كان يغمى عليهم من هذه الآيات. عندما جاءت آية وإن منكم إلا واردها فبكوا الصحابة كل آياتنا داخلين لجهنم والعياذ بالله، كيف؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها عتيا. وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا، حتما سنرد جهنم. ثم ننجي الذين تقوا ونذر الظالمين فيها جتية. شو بدك يا أخي؟ بدك تروح على جهنم يعني تكيف هنا؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو ملاقيه كمن متعناه متاعا قليلا ثم مأواه جهنم؟ بدك متى يعني قليل تبادي الدنيا 60 70 50 سنة بعدين عجلنا؟ ليش؟ لانه احنا بني ادم متفلت، بحب الكيف، بحب الغناء، بنحب الطرب، بنحب
يا أخي حفة الجنة في المكاره وحفة النار في الشهوات. كل شيء بتحبه بفوتك على جهنم، وكل شيء بتكرهه بفوتك على الجنة. بدك فوق، بدك تفيق على صلاة الصبح يا أخي وانت نايم، الناس كلها نايمة، تتوضى وتصلي بعز البرد، تفوت الجنة هاي. بدك تصوم رمضان في هذا مكاره، بتفوتك على الجنة. بدك تقوم تصلي خمس صلوات لما بقول الله أكبر، فانت كل اليوم ممسوك، هذا بفوتك الجنة. لكن نروح على العرس ونرقص ونخلع ونكيف وعري وزنا وطرب، وهذا كله هذا يفوت على النار، هذا النفس تهواه ولكنه يفوت على النار. ف لازم تعرف انه كل اللي همك، كل اللي مغلبك مشكلتك مع الله. بتوقف، بتبلش تزين امورك مع الله وتخاف ترتعب من الله. لما بتعمل الذنب، المؤمن يرى الذنب عليه كجبل من جبال تهامة، ولكن المتهاون لا يراه، لا يرى. يعني من أصرته حسنته وأساءته سيئته فهذا جميل. لازم تقيم إنك تعمل حسنة وتعمل سيئة، لازم تقيم الأمور، لازم تزين بميزان الله كل يوم. كل يوم أنا شو سويت اليوم؟ قرأت سورة البقرة واستغفرت 30,000 استغفار، 20,000، ماذا فعلت؟ هل زرت أمك؟ هل صليت على رسول الله؟ هل صليت الصلاة بوقتها؟ زين أمورك كل يوم. ماذا فعلت اليوم؟ ماذا فعلت كل يوم؟ ولكن راقب الله، وعندما يفتح الله عليك باب دائما احمد الله، رد الفضل لله. فكل سحر إذا أنت تبت إلى الله، لو كان في قعر البحر سيبطله الله، ما هو الله صلته عليك، هو الذي أذن. مش يعني الله عمل لك سحر وحط لك إياته، الله أذن للسحر أن يسحرك، وأذن للعين أن تصلك، وأذن للحسد أن يصلك، وأذن للدين أن يتراكب عليك والأمراض تأكلك لأنك أنت بعيد. فأراد الله أن يعطيك سبل النجاة، بده يبين لك سبل النجاة، بيّن لك الاستغفار سبل النجاة، أن لا تشرك بالله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قلنا الشكر هو أن تبقى عابدا لله، يعني عندما تكون ذاكر 30,000 استغفار وسورة البقرة وهذا كله، أنت كل يوم ذاكر، وعندما أنك أنت لا تنسب فضل الله عليك لغير الله، تنسبه انسبه لله، فأنت لا يحل عليك عذاب الله. وعندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيستجيب الله لك. وعندما تقرأ في كتاب الله ولو صفحة فلن تكون في حياة ضنك. وعندما لا تأكل الربا فلن يحاربك الله، وعندما لا تطعن وتسب الناس فلن يحاربك الله، لربما تسب ولي من أولياء الله، فمن عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، فلربما تسب ولي من أولياء الله فالله سيحاربك. خلينا طيبين متقين، أذن من صلي، نقرأ القرآن ونصوم، نروح على الشغل عشان نأكل الحلال، نروح على الشغل مش معنا من نجلس في البيت، لا، نروح على الشغل نبحث عن شغل ونشتغل ونحيها، نعمر الأرض، لكن مش نسرق المعلم اللي بنشتغل عنده. يعني المعلم قعدني جلسني بالشغل أشتغل، وأنا المفروض أني أشتغل 8 ساعات، فأنا نمت 8 ساعات وبالآخر أنا في عندي معاش، لا، هذا سرقة، هاي سرقة وهذا ظلم، وهذا بخرب الأمة الإسلامية كلها. فأعطي بحق وكل بالحق، نعم، اجعل طعامك حلال، هذه سرقة، هذه سرقة، أنت تسرق معلمك، أنك أنت مش عمال تنفذ له شغله. سؤال، يعني أشعر أني بستغفر طمع بدي بس إشي من الله. طيب، هذا من أفعال الشيطان، أنت إلزم الاستغفار وكل شيء سينجلي، بق فقط حتى لو فيش شعور بالاستغفار، ابقى استغفر استغفر من باب اتبع السيئة حسنة. شوف هاي نقاط سوداء، 1 2 3 4 5، هاي كلها سيئات، 20 60 70 90 كلها سيئات كنت أسأتها، فأنت بتقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وأنت تتبع كل سيئة بحسنة. إراقة لك مش شاعر، وشاعر اترك الشيطان يوسوس كما يشاء، لا تلتفت إليه، قول أنا عندي مليون حسنة مليون سيئة، أتبع كل سيئة بحسنة، هيك المولى عز وجل قد أتبع السيئة حسنة تمحوها. فاستغفر الله استغفر 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 الله. يضل لك استغفر الله، من سريع الحساب أنت ولا الله؟ الله سريع الحساب، متى ما استوفى الحق فسيفتح لك الأبواب. فهمت؟ لما بتوفي أنك أنت أتبعت كل سيئة حسنة،
يمكن تقول انت يعني علي مليارات لكانت من دو ولد. نعم في ناس كثير اساءوا لك، فالله سريع الحساب علي على رسلك. السيئة بينك وبين الناس، الذنب بينك وبين الله، اخرت صلاه، اكلت ربا، كل هذه الامور بينك وبين الله، لان تبت بيغفر لك اياها، بنفعها سيد الاستغفار هذه الامور ان تبت. لكن السيئه التي بيني وبينك انا بديش اسامحك، واخوك بدوش يسامحك، وجارك بدوش يسامحك، وكل واحد تكلمت عليه بدوش يسامحك، يوم القيامه بده رصيدك، بده من حسناتك يعطيني، فانت باستغفارك هذا لا يدل على انك انت مستمر تاكل حقوق الناس وانا بستغفر. لا تظلم الناس تقول انا مستغفر. طيب قلنا ابقى مستغفر سيغير الله حالك. نعم ما كان الله يعذبهم انت فيهم، ما كان الله يعذبهم ويستغفرون. فبالاستغفار طبعا الصلاة بوقتها واللبس والأمور كل شيء، ننتظم على أمر الله ونستغفر ونكثر إن شاء الله، ولا نشرك بالله شيء. الشرك بالله يحبط كل عمل. الشرك شو يعني الشرك يا جماعة؟ أنا بال 2015 كل الأعمال اللي عملتها هذه بس قلت كلمة سألوني من أين لك هاي الدروس، يعني يا أبو أحمد دروس اللي بتعك زي هاي الدروس، قلت واجتهادي أطفى الله كل شيء. بتخيل انك انت عمال تستغفر وتقرأ قرآن وتقرأ سورة البقرة وتتعالى على الناس، انتوا ليش بتقرأوا سورة البقرة؟ انت بدأت تنسب الفضل لنفسك. انت انصح والله يا عمي سورة البقرة مليحة، والله فيها ذات بال، انصح والله الاستغفار الله ما بيعذب المستغفر، سمعنا قصص عن المستغفرين الذين نجاهم الله. مش تقول انت ليش بتستغفر؟ انا بستغفر، انا بعمل، انت بتعملش، انت فاسق، انت فاجر، انت كافر. لا تعطي حالك مراتب، لا تزكي نفسك، وأي خير فيك هذا من الله رد لله. إنه يعني الشرك، أنا بنبهك من الشرك، لربما أنت من أعبد العباد، وأنا كنت من أعبد العباد، كنت مكينة عبادي كلمة واحدة. من أين لك هذا يا أبو أحمد؟ الدرس جميل جدا جدا في رمضان 2015، الله اجتهادي، يعني أنا كنت أتابع المشايخ وأطلع وأطلع الأحاديث وأعمل كل هذا العمل وأجهد نفسي عشان أجيب درس وألقي على مسامي الإخوة، أطفأ الله كل شيء. ما قلت والله هذا فضل الله علي، إن الله فتح علي إن شاء الله، وهذا فضل الله، يعني كنا يعني نسهر ونتابع المشايخ. أول شيء بتقول فضل الله علي والحمد لله رب العالمين، ثم تستمر دائما دائما فضل الله علي، أن فتح الله علي أقرأ سورة البقرة، بقرأها 4 مرات، فضل الله علي، فضل الله علي، فضل الله علي بكل كلام. ولا تنسب فضل الله عليك إن كان واحد أعطاك 100,000 دولار وقال لك افتح مصلح وهذه المصلح أحيتك. إياك تقول فلان، نعم بتقول هذا فضل الله علي أن سخر لي هذا الرجل، جزاه الله خير، الله يبارك فيك ويسعدك، وإن شاء الله الله يبدلك فيه في الدرجة الأعلى. مفهوم؟ مش تقول لو ما فلان الفلاني والله كان أنا متت، ما كان أنا مضطر، لو ما فلان الفلاني الذي قضى عني ديني. افهم مليح ها، الله يعني حساس جدا جدا الشرك. تخيل أنت هذا الجو اللي أنا جالس فيه، في حوله هذه، خلينا نقول هذه قنينة، هذه قارورة بنزين، ومن حولها ال بخار البنزين الذي أنا لا أراه. تخيل انتهاء الكلام، فمجرد إني أتفوه أعمالي مليئة هنا، لكن في هنا بخار طلع من البنزين أو من الكحول المشتعلة يعني، أو نعم هذا البخار ملأ الغرفة، مجرد إني أقول أنا تشتعل فيه هذه الأعمال يجعلها الله باء منثورة. عمال أحفظ كتاب الله، وأنا أدرس القرآن، وأنا أحفظ لكتاب الله، وأنا أدرس الناس، وأنا أبين للناس، وأنا 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 كل ياتو هذا يمحق، وأنت بتصير تقول لا زالت حياتي معطلة. إياك الشرك الخفي والشرك، هذا أكبر شرك. ليس الشرك أن تعمل هذا والعياذ بالله، الشرك انك تنسب فضل الله عليك وان تجعل له ند وتجعل له شريك وتحمده وتمجده بالليل والنهار، فلان ابو فلان لفلاني والله ابو احمد وابو احمد ابو احمد وابو احمد ابو احمد وابو احمد
تهلك نفسك، والله الذي أتى بك إلى أبو أحمد، والله الذي علم أبو أحمد، والله الذي خلق أبو أحمد، والذي الله الذي علم وفهم أبو أحمد. فتقول الحمد لله رب العالمين، يا ربي لك الحمد وحمدا كثيرا، لولا فضلك علينا يا رب بدنا نعرف نتكلم. مش إحنا بنعرف ما نقولش كلمة طالق للمرأة، بنعرف نقولها بعز الغضب، لأنه تطلق بتطلقها، اتركنا من الحكم الشرعي، بس هذه كلمة إن استعملتها ستستعملها وهذا لا يجوز، أو كفر، كيف تمنع حالك عنها؟ فلا تشرك بالله، تتعلم أنك أنت لا تقترب إلى حدود الله، كما بينت لك هي كهذا بخار البنزين، عندما تلقي كلمة والله لوم فلان اشتعلت فيها هذه الأعمال كلها النار وجعلتها هباء منثورا لهالدرجة، ولئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الدرس طول، ولكن لازم أبين هذه الأمور. أعتذر للإخوة الذين ليس عندهم باقات، كل واحد عنده مشكلة في التوقيت، من باب مش إنه طويل الدرس عليه، يعني يكفيك درس واحد تفهم الموضوع وخلص، انطلق ابدأ استغفر واقرأ سورة البقرة كما بينت في، بقدرش أقول لك إسا إنك إنه معلش. طيب هناك أنا كل كلمة أنا أتكلم أنا مسؤول عنها، عندما قلت رش البيت في الماء المرقي بدأ هناك شخص يقول لا ترش في سكان في، أنا رشيت البيت في الماء المرقي، وعندما أشعر في مشاكل أو أي مشكلة أرش البيت في الماء المرقي. فأنا لا أريد أن يعني أسمع كلام أكثر من اللازم، جزاكم الله خير، هذه القناة أنا مسؤول عنها أمام الله، كل كلام بدكم تسمعون مني فأنا مسؤول عنه أمام الله، بدكم تسمعوا من أي واحد يكتب تعليق كيف يستغفر وكيف يقرأ البقرة وكيف، هذا شأنكم وشأنه، مفهوم؟ لا تعملوا بالشيء وتقولوا أبو أحمد ضوعنا، إلا أنا قلت أنا مسؤول عنه، أنا أرش البيت الماء مرقي. نعم لكنك عليك أن تتحصن، وقلت كيف نرش البيت في البيت الماء. إحنا مشكلتنا مع الله، من توب من الله، من توب مع لله، نتوب لله، لن تترك الشياطين إذا أنت مشتهيب لله، لن تترك الله، ما هو الله لم يسلط عليك، يعني خلينا نفهم مع بعض، والله لم يسلط الدين، والله لم يسلط زوجك عليك وأولادك عليك وأخوتك عليك وأمك عليك والدنيا عليك وكل شيء لم يسلطه الله. كلما تقربت كلما رفع، كلما تقربت كلما رفع عنك هذه الأشياء حتى يستقيم إيمانك. مش أنا اليوم بديت أصلي، والله عن جد أنت اليوم بديت تصلي، ما تكلمت مع حدا، ما جلست مع حدا، عبادي عبادي عبادي، لكن أين إيمانك؟ فيش إيمان، لربما هاي حماس، أخذك الحماس، بدأت تستغفر، والله سويت 60,000، والله قرأت سورة البقرة 4 مرات، والله والله والله، لربما يفتح الله عليك ويعطيك، لكن من باب أنه يختبرك، فلربما تأخذ الذي أعطاك إياه، تترك كل شيء من خلفك، ثم ستعود من حيث بدأت وأسوأ. لازم يكون عندك سر بينك وبين الله، ابحث عن أن يكون لك سر بالإكثار، لا يزال عبدي يتقرب إليه حتى صرت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به، ولا إن سألني ليعطينه ولا استعاذني ليعودنه، هذا هو السر، أنك أنت تسأل الله فيستجيب. طيب من باب سكان البيت ولا مش سكان البيت الذين يسكنون البيت، يعني أنا بس إذا بدي أسمي، إذا بدير ماء ساخن في المجاري يعني أسمي بصوت مسموع، نعم، فأرش البيت في أركان البيت زوايا البيت، أنا أرش البيت مش كل يوم رش البيت مش بحاجة. بعدين لا أعتقد في الماء شيء، أنا لا أعتقد في الماء شيء، أنا أرش خلص، أنا لا أعتقد ولا بأي شيء، هي أسباب طلب الله مني، يعني وكنا من المجربات عشناها قطفنا ثمارها، يعني أنا بأخذ على نفسي، يوما ما كان ابني ظل جالس على الكمبيوتر، شاب صغير جالس كل يوم، أنا بديش إياه يخرج إلى الخارج، فأنا مبسوط إنه جالس على الجيمز كل اليوم، كل اليوم كان جالس على الجيمز، يوما ما بعد ما يعني بعرف في أي مرحلة رشيت الغرفة تبعته ماء مرقي، ما عاد فتح الكمبيوتر، خلص من الكمبيوتر، أتركه سنين هو جالس على الكمبيوتر، بس رشيت الغرفة تبعته في الماء المرقي خلص. نعم أنا كنت أقرأ سورة البقرة، بدأت أقرأ سورة البقرة في البيت وهكذا، فالحمد لله رب العالمين. فممكن ترش البيت نعم في الستوين، ولكن لا أعتقد أن الماء سوى الأفعال، الله لا بيفعل، إحنا بنروح بنشتغل
الله الرزاق، مش الشغل اللي بيجيب الفلوس. كم واحد بيروح على الشغل بفوت بندان، يدخل بالدين، الله اللي بيرزق، مفهوم؟ ورزقكم في السماء وما توعدون وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني الله اللي بيرزقك. فأنا أرش البيت ولك أن ترش البيت، وكل واحد بده يتكلم، فعذرا أنا مش حاجة للكلام الزايد. بارك الله فيكم. فينا زيت مرقي كمان انك تمسح نفسك وتتحصن بإذكار الصباح والمساء وعندما تقرأ وتستغفر، هذا كلام آخر. إذا أنا أريد أجيب عن الأسئلة وبينت لك أنك مشكلتك مع الله، مش مع الساحر ولا مع زوجتك ولا مع أمك ولا مع حدا، وأي سحر موجود إن شاء الله في قعر البحار، إن تبت إلى الله سيبطل الله. حتى ماذا يفعل الله بسحر واحد تاب وبيعرف شيء؟ يقرأ. أعمى لا يستطيع أن يقرأ، يبطله الله، سيبطل له سحره. طيب هنا في أخت تسأل أو أخ بيقول كنت بالماضي أقرأ بأعداد كبيرة وسورة البقرة وأذكار بأعداد كبيرة، اليوم هم فطرت وصار الإشي أصعب، صار ثقيل علي. قلت الشرك الخفي، عدم فضل الله أو لربما تعالي على الناس، تتعالي على الناس تقول لهم أنا بقرأ وأنا بفعل وأنا حافظ سورة البقرة وأنا حافظ كتاب الله، وتشوف حالك فوق الناس وخير من الناس، وأنت عن جد بتعبد الله وأنت عن جد تتقرب إلى الله، سيحبطه الله هذا العمل. مفهوم؟ راقب نفسك، ذل نفسك. كان سيدنا عمر عندما يشعر أي شيء على منبره كان يقول يا ابن الخطاب كانت أمك تأكل يعني القديد، يعني خبز الشعير اليابس، هيك أظن. نعم. فلا تتعالى، وانت ذكر نفسك، بينك وبين الله، يا رب اجعلني وكأني نعل في أقدامهم، لهي الناس التي حولي، يعني بينك وبين الله قل يا رب كلهم خير مني. لما بتشوف نفسك هيك قل يا رب إني يا ليتني نعل مني عليهم. نعم، رب أشعة أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني أنت مش تفكر حالك، يعني ولا أنا أفكر حالي نحن ولا شيء، كله فضل تفضل الله علينا، كله أعطانا الله إياه، يا إما بنشكر يا إما بنكفر. تكفر يعني بتنسب الفضل لغير الله، فهنا يحبط عملك، كل قراءتك للقرآن وصيامك وقيامك كله محبط، أحبطه الله. تعرف تتعامل مع الله، قلت لك أدق من الشعر هذا الشرك، والله كلمة واحدة، من أين لك هذا محمد اجتهادي، انطفع كل شيء. 30,000 استغفار في اليوم، 1500 صلاة في صلاة رسول الله في اليوم، كانت في رمضان 20 ركعة من قيام الليل، 5 صلوات في تكبيرة الإحرام الأولى، يعني تكبيرة الإحرام الأولى عندما يقول الإمام الله أكبر فأنت خلفه، مش تيجي بعدين، أنت خلفه وتقول الله أكبر معاه، يعني أنت وقفت على الصف الإمام وقف معك، أنت واقفين مع بعض، يعني دخلت مع الإمام، دخل الإمام وقف بده يقيم الصلاة، أنت قد صليت تحت من المسجد لربما، لكن دخلت أنت على الصلاة، عندما قال الإمام الله أكبر فأنت قلت الله أكبر، والمرأة في بيتي عندما يخلص الأذان بتقول الله أكبر بتصلي، مفهوم؟ هي تكبرت، يعني جاهز، أنا جاهز بالانطلاق، مش عندي جارتي وعندي جاري وكمان شوي بروح وكمان شوي باجي، لا هذا ما بنفعش. طيب انتبه للشرك الخافي، انتبه للذنوب، الذنوب هي التي تثبطك وتخليك قاعد وتخرب عليك كل حياتك. هل يجوز قراءة سورة البقرة يوم أو يوم لا؟ سورة البقرة أن تقرأها يوم نعم ويوم لا، يعني أنت لك أن تقرأ ما تشاء من كتاب الله، لكن بلغ عني ولو آية عشان تقطف ثمار سورة البقرة وتعرف ماذا نتكلم عن سورة البقرة، لها طريقتها يا أخي. أنا ما منعت حدا أن يقرأ ويستغفر ويكثر ويعمل، لكنك بلغ عني ولو آية بدك تعيش دكتوراه في سورة البقرة، دكتوراه في الاستغفار، دكتوراه في أي في الصلاة على رسول الله، بدك تعمل وكأنك تعمل دكتوراه. تركناك قلنا لك صلي على رسول الله حتى تقطف ثمار الصلاة على رسول الله مثلا، وتعال بين لنا ماذا وجدت.
ثم إذا لزمت الاستغفار تعال أبين لنا هل طب هل وجدت ما قال الله جل في علاه في سورة نوح؟ ثم سورة نوح فقلت استغفر ربك إنه كان غفارا غفرا وأرسل السماء مدرارا وأمدك بالمال وأمدك بالبنين. البنين هي قوة كمان مش بس فقط أموال لكن أموال وبنين وجعلك يعني حياتك طيبة تغيرت انقلبت حياتك في هذا الاستغفار. وهل وجدت من قراءتك لسورة البقرة شيء؟ اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فالبطلة هنا لن يستطيع عليك، انتهى موضوع البطلة، الصحراء انتهى أمرهم. إن عبادي ستصبح عبد من عباد الله الذين قال فيهم المولى عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هاي واحد. بماذا حسرة؟ هل وجدت الحسرة ولا أنت فقط بتقرأها حسرة؟ هل وجدت التيه اللي كنت فيه قد انتهى؟ يا جماعة أنا لما بتكلم كلام بديش واحد يكون هيك متهاون ويقول يا عم أبو أحمد والله حياة طيبة وكل إشي بعد يومين تيجي مع انتكاسة. لا أنا ما بتكلمش عن هذولا، أنا ما بتكلمش عن المبتدئين لسورة البقرة، أنا ما بتكلم عن المبتدئين لسورة البقرة، لا مبتدئ سورة البقرة لم تجد شيء أنت بعدك، حتى لو الله فتح عليك أنت لم تجد شيء بعد من عظمة سورة البقرة. تخيل يعني الشيء هو يعني تخيل نعيم الدنيا، نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة، هذا هو. يعني أنت مبتدئ لربما أعطاك الله من نعيم الدنيا عشان يشجعك، لكنك ما وصلت إلى أنها تكون سورة البقرة هي عقلك المدبر. نعم تعرف أنك كنت عن جد تتخبط في هذه الدنيا ولا تهتدي سبيل، تعرف أن مشكلة أمة محمد عليه الصلاة والسلام مع الله مش مع أعداء الله، مشكلتها مع الله جل في علاه، لا تعبد الله، لا ترجو لله وقارا، مش عامل حساب لربها، مش خايف ربها، خايف من كل شيء إلا الله، تركت الله، أدارت ظهرها للصلاة، تركت كل الصلاة، تركت فتحت أبواب الكذب والنفاق والرياء والغناء وكل شيء. وبتقول لك إحنا أمة الإسلام، مشكلة أمة الإسلام مع الله والله لن يستطيع أن يقترب منها واحد عندما تتوب إلى الله. أي فرد أي أمة إذا تابت هذه الأمة لله سيقلب الموازين مباشرة. الله بل كاش تقول الغرب أمريكا تسمي مسميات، أنت لازلت تشرك بالله، أنت لازلت إذا بتسمي المسميات هذول اللي عنا ولا ولا حدا، انت المشكلة، انا المشكلة، المشكلة فيي انا، الله بيعاقبني انا لاني انا. قال المولى عز وجل ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وامنتم، فانا اكيد اذا انا بتحت العذاب اكيد انا لا مؤمن ولا وانا مشرك شئت ام ابيت، انا مش مؤمن وانا مشرك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، فأنا أشرك. الشكر هو أن لا تجعل مع الله أحد، الشكر أن تنسب فضل الله عليك لله، فأنت هنا مشرك وأنت لا تعبد الله، فأنت لست مؤمن لأنك أنت تنسب فضل الله عليك لغير الله. لو أنك كنت مؤمن وشاكر لله ما عذبك الله، ولئن لزمت الاستغفار ما كان الله ليعذبك. فلازم تعرف هذه الأمور، لازم تعرف لما هذه الأمة كل يوم الرئيس الفلاني، البلد الفلاني، الشخص الفلاني، الفلاني، المرض الفلاني، السحر الفلاني، زوجي متسلط، ابني متسلط، الحياة موت، البس يا أخي احتشمي، البسي اتركك من الطلاء، كم تريدي أن تتعذبي، كم تريدي أن يكون بدك تخسري زوجك وتخسري أولادك وتخسري كل شيء وتخسري جمالك وكل شيء. من الغالب أنت أم الله؟ مش أنت بتقول بعرفش إذا هذا المثل بتقوله عندكم، يعني هو حاطط نقمتي يعني وكأنه بده ينتقم مني. نعم الله يريد أن ينتقم منك الآن، يا إما بتوب ويعطيك كل شيء منعك عنه، يا إما ينتقم منك وتصير كل يوم أسوأ من اللي قبله، كل يوم أسوأ من اللي قبله. فتوب إلى الله،
هذا الذي أنا اكتشفته بال 2015، عرفت أن الله عمل خلص يا الانتقام يا التوبة. صلت الله سهام تأديبه علي، ما إلك ولا شيء، خلص. فنتوب إلى الله كما يريد الله، كما يحب الله. المقابل من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهم مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا قسم، هذا وعد، فلنحيينه حياة طيبة. الله سيحييك حياة طيبة، والله لو اجتمعت الدنيا على أن تحييك هذه الحياة الطيبة. المليونير خايف على خايف يموت، اللي عنده فلوس كتير بخاف يموت، بخاف ينام ما يفقش. انت مش دايرة في قلبه هذا المليونير اللي معاه مال ولا معاه شجاع، بخاف يموت. مش بخاف يعني يموت انه يعني يموت مثلا يفوت على جهنم، لا، بخاف يموت خلص، بخاف يموت وينتهي هذا الحلم اللي هو فيه. لكن المؤمن مبسوط، ما بيجيش التفكير هذا. لازم نعرف ان كل ما اصابنا هو بسبب ذنوبنا وتفلتنا وبعدنا عن الله وشركنا بالله بالليل والنهار. الله خلقنا للعباده، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. هيك هيك يا اخي، روح افعل ما تشاء، لربما بعد 10 سنين تفهم. لكن مع سورة البقرة ستفهم على البكير. ثقل العبادة وعدم فهمك، مش فاهم سبب الذنوب. استغفر الله والزم الاستغفار، ستبدأ تفهم، سينجلي هذا القلب وتبدأ تفهم. طيب، كانت في قصة وانا كاتبينها الاخوة على التليجرام، بيقولوا في فلانة شخصية معينة كانت مظلومة، يعني الناس يعني شهدت انها كانت مظلومة اشد ظلم، وشاء يعني مع الزمن الله يعني حكمها، يعني وكانها انقلبت الآية وبدأت هي تكون يعني سيطرت على الوضع، فتح الله عليها، سيطرت على الوضع، انتقم الله من ظالمها، لا أدري ما أين ذهب، حتى انقلبت هي إلى ظالمة، انقلبت هي إلى قاسية ظالمة، حتى إن ابنها وصل إلى الانتحار، ولم يعني امرأة بدأت أصبحت بكل الظلم ظالمة أظلم من الذين يظلموها. يعني قصتها كل البلد عرفت، حتى كره البلد وكره وأولادها وما أحد تركها، يعني إنسانة أصبحت ظالمة. يا جماعة، الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو، الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو، إنما يدعو يعني الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء بالانتقام. الشيطان بده يخليك تعمل، من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، شيء خير منه. اترك، الشيطان لا يدعك تترك لله، لا يدعك تترك حقك عند فلان وتسأل الله بهذا، يا ربي كنت تركته خالصا لوجهك الكريم فاعطيني مسألتي، فسيعطيك الله مسألتي. لكن الحقد، سورة البقرة ستنهي الحقد، ستنهي هذه الشياطين التي تأزك أزا. نعم، بينا بس مش موضوعنا كم نقرأ سورة البقرة وكيف نقرأها وأين نقرأها وكل هذا الأمور، سؤال وجواب. أنت تتعامل مع الله، لكنك عليك أن تتحصن يا أخي، وتدير بالك على دينك، وتدير بالك إن الله يجعلك ظالما، يجعلك مجرما بسبب إنك أنت بعيد ولا تريد أن ترتدع. فيترك الله لحالك فتستهويك الشياطين وتفعل بيك الأفاعيل الشياطين، ثم تظن إنك على خير وأنت في ضلال مبين، ثم يقبضك الله والعياذ بالله وأنت فاسق فاجر لا تهتدي سبيل. فعلينا يا جماعة أن نلزم الاستغفار بالليل والنهار، وهذه رحمة الله. شوف الأكسجين بتتنفسه لا تستطيع بداله، لا يمكن أنك تنجو في هذه الدنيا بدون الاستغفار. مش معناها بدناش، احنا بنعيش آية، اول اشي عشان ابين للاخوة الذين يعيشون معي، احنا بنعيش آية نحققها عندما اقطف ثمار الاستغفار. انا معلم بالاستغفار، بدي انتقل لشيء اخر، لازم ابلغ هذه الآية، لازم املك حقيقة الاستغفار. هذا الكلام الهيك العام لا بينفعش، كلامي العام عن سورة البقرة بينفعش. جاء واحد شكلك بدك تبين له حقيقة سورة البقرة، خارطة الطريق، خارطة الطريق عن الاستغفار، خارطة الطريق عن الصلاة على رسول الله. مش هيك كلام والله جميل الصلاة على رسول الله السلام، والله مرة هيك وكنت تعبان وصليت على رسول من فرجت، هذا كلام وحق ولكنه كلام. أين الحقيقة التي ستحيي بها أمة
وتحاجج فيها أكبر المشايخ. فبارك الله فيكم، جزاكم الله خير. سؤال وجواب، يعني عذرا على الإطالة، ولكن معاملتنا مع الله سترى النتيجة عندما تقبل على الله وتنتبه أن لا تنسب فضل الله عليك لغير الله، وتشكر الله وتعبد الله وتسأل الله بالليل والنهار، وتدعو للمسلمين وتحب المسلمين وتسامح قربا لله. واصفحوا، لا ينسيت، واصفحوا ألا تحبون الله يغفر لكم، فالصفح، فالله بحب والعافين عن الناس. نعم، فتعفو وتصفح، فجزاك الله خير، بارك الله فيك. تعليقاتكم يا إخوة، أعتذر على الإطالة. والاستغفار وسورة البقرة لازم تملك سر لماذا ترك حصر ترك سورة البقرة حصرة، وما هي عظمة سورة الاستغفار، وكيف أن الله هي رحمات الله، فلا تستطيع أن تترك الأكسجين، وكذلك هي رحمات تتنزل عليك، كيف تقطعها؟ الاستغفار هو رحمات تتنزل عليك، بالاستغفار يبطل الله عنك السحر، ويقضي عنك دين، ويشفي مرضك، ويحميك من الزلازل والبلابل والأمور العظام. بالاستغفار يفتح عليك كل باب مغلق، يفتح عليك والذين جاهدوا فينا، والله سيعطيك، وتكون مستجاب الدعاء بالاستغفار عندما تمشي مشوار مع الله بالاستغفار، وستأخذ مباشرة بعد الاستغفار سورة البقرة. هكذا هي. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليقاتكم، ووفقكم الله لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كان له سؤال نجيب إن شاء الله.